ويلكم تو كارديو اليكس 19. احنا معانا النهارده الدكتور خالد سمير. اهلا بحضرتك يا دكتور. في حلقه جديده من ذا كلينك عايزين نتكلم مع حضرتك امتى يجب اجراء عمليه جراحه القلب المفتوح. الجراحه بصفه عامه وقتها عندما تفشل كل الطرق الاخرى لعلاج المريض. طرق العلاج متعدده، بتبدا بالعلاجات الطبيعيه اللي ما فيهاش اي مواد كيميائيه، بنستخدم فيها تمارين، بنستخدم فيها مواد فيزيائيه، تعرض لحراره، تعرض لاشعاعات خفيفه. بعد كده تيجي دور المواد الكيماويه اللي هي الادويه. الادويه دي مواد كيماويه لها تاثيرات ضاره، لكن قد يكون لها بجرعات معينه تاثيرات نافعه، بتستخدم في علاج الامراض. بعد كده في حاجات اسمها العلاجات التداخليه، اما عن طريق الاساطر، عن طريق المناظير، عن طريق كل ما هو بيخش خلال الجلد الى داخل جسم الانسان. وبعد كده عند فشل كل هذه الطرق بنلجا الى العلاج الجراحي، لان العلاج الجراحي بيحتاج مجهود كبير، بيحتاج حاله صحيه من المريض تحتمل الفتح وتحتمل ان هو يحصل بعد كده تلتئم هذه الجروح ويقدر يقاوم البكتيريا وغيره. وطبعا احتياطات كبيره جدا جدا مع الحاجات اللي بتتعمل بقى في جراحه القلب بانواعها المختلفه. جراحه القلب فيها ثلاث انواع كبار: جراحه العيوب الخلقيه سواء في الاطفال او الكبار، وجراحه الصمامات، وجراحه الشرايين سواء شرايين التاجيه او الشرايين الرئيسيه. اوكي دكتور، كنا عايزين نعرف كيف يتم اجراء جراحه القلب المفتوح. كلمة قلب مفتوح هي لا تعبر بدقة عن الموضوع. هو طبعا إجراء الجراحة مع القلب الصناعي. القلب الصناعي احنا عشان خاطر نفتح القلب ونقدر نشتغل جواه لازم نفرغ القلب ده من الدم، وعشان نقدر نشوف حتى، ولازم القلب يتوقف عن الحركة لأن في صعوبة كبيرة إن احنا نقدر نشتغل ونجري جراحة على قلب متحرك بصفة دائمة. فعلشان نعمل الحاجتين دول لازم نوقف عضلة القلب تماما ونفضي القلب منها. بنوصل الجسم على، طبعا احنا عارفين ان خلايا المخ لا تستطيع تحمل توقف الدم اكتر من 3 دقائق، وبعد كده بنسب مختلفه باقي اعضاء الجسم الاخرى، فعشان كده لازم تفضل الدوره الدمويه شغاله حتى والقلب متوقف. فبنلجا الى القلب الصناعي. القلب الصناعي ده عباره عن حاجتين: قلب ورئه صناعيه. الجزء الاولاني عباره عن مضخه بتاخد الدم من الجسم وتضخه تاني بس بعد مروره على الرئه الصناعيه لاخذ ثاني اكسيد الكربون منه وتوصيل الاكسجين كما تفعل الرئه الطبيعيه. فبنيجي على الاورده الرئيسيه اللي جايه من الجسم ونسحب الدم منها عن طريق وصلات معينه على القلب والرئه الصناعيه، وبعد كده الدم اللي خارج بيضخ مره اخرى للجسم في الشرايين دون المرور بالقلب. نقدر ساعتها ان احنا نوقف عضله القلب بعد اعطائها مواد معينه بتحفظها اثناء التوقف لفترات، ونقدر نشتغل جوه القلب ونعمل العمليه المطلوبه. طب دكتور، كنا عايزين نعرف ايه مخاطر جراحه القلب المفتوح؟ كل اجراء في الطب له مخاطر. أكيد. من اول اخذ الدواء نفسه، في ناس بيجي لها حساسيه من الادويه، في ناس بيجي لها مضاعفات من الادويه، الحقنه لها معدلات خطوره، وفي ناس بتتوفى مجرد ان هي بتاخد حقنه. بعد كده الجراحات مهما كانت بسيطه فيها نسب خطورة. النهاردة جراحة القلب نسب الخطورة بتاعتها قليلة جدا جدا، بتتشابه مع جراحات بسيطة أخرى. نستغرب إن اللوز مثلا جراحة استئصال لوزتين فيها نسبة خطورة ووفيات في بعض المراكز لغاية 2 و3%. فعمليات جراحة القلب دلوقتي في منها عند التحضير الجيد والتقدير العملية مطلوبة للمريض قد تكون نسبة الخطورة أقل من 1%، مما بيشجعنا ان احنا نلجا اليها في حاله عدم وجود علاج دوائي او تداخلي يؤدي الى شفاء المريض بشكل كامل. اوكي، وكيف يمكن ان تستعد لجراحه القلب المفتوح؟ استعدادات جراحه القلب المفتوح متعدده الاطراف. في استعدادات على المريض، طبعا المريض بيجهز سواء بالعلاج لانه لازم يكون في افضل صوره ممكنه قبل العمليه، بيتعمل له تحاليل التغذيه بحيث ان نقلل درجه خطوره العمليه باكبر قدر ممكن. طبعا محاولة علاج أي عدوى بكتيرية في أي جزء من جسمه، في السنان، في الجلد، في أي حتة علشان ما يكونش مصدر للعدوى بعد العملية. بعد كده بيجي استعداد التمريض والموجودين في المستشفى، الاهتمام بالمريض، بيشيلوا الشعر، بيعملوا التطهير والكلام ده كله، والأطباء بيستعدوا، بيجتمعوا مع بعض، بيحطوا خطة العملية.
التخدير، بيشوف المريض ويقرر افضل نوع تخدير ليه، وبيسال الجراح هتشتغل ازاي علشان يقدر يختار الاماكن من جسم المريض التي تكون بعيده ولا تؤثر في اثناء الجراحه، والجراحين نفسهم بيتفقوا، الجراح والمساعدين. عمليه جراحه القلب قد يكون فيها 5 جراحين بيشتغلوا. عمليات الشرايين التاجيه بتحتاج ان الرجل او رجلين بيتفتحوا والصدر بيتفتح، وبيتاخد شرايين وبيتاخد اورده وحد بيشتغل على القلب، يعني بتحتاج فريق عمل متكامل. كل الفريق ده بيستعد بالنوم، حتى ان هم بيناموا بدري وبيصحوا بدري وبييجوا في الصبح يراجعوا كل شيء ويتاكدوا من المريض ومن فحوصاته حتى قبل بدء الجراحه عشان ما يحصلش اي خطا بشري، وبعد كده بتبتدي الجراحه. طب دكتور، كنا عايزين نعرف هو في انواع مختلفه من جراحه القلب؟ جراحات القلب زي ما اتفقنا من ناحيه التوصيف الباثولوجي يعني المرضي بتقسم الى جراحات عيوب خلقيه سواء في الاطفال او الكبار، جراحات شرايين وجراحات صمامات. ممكن تقسيمه ثانيه لجراحات القلب ممكن بنسميها جراحات قلب مع استخدام القلب والرئه الصناعيه اللي هي شهيره بالقلب المفتوح، وفي جراحات قلب بدون استخدام الرئه الصناعيه والقلب الصناعي اللي بيسموها جراحات القلب المغلق. وبنحاول دايما تجنب استخدام القلب الصناعي، لان استخدام القلب الصناعي بيحتم علينا اعطاء مواد بتزود سيوله الدم بشكل كبير، وبتاثر مرور الدم خلال الانسجه غير الطبيعيه بياثر عليه، ويبقى في محاولات استدراج ده، ايقاف عضله القلب بياثر على كفاءه القلب بنسبه بسيطه. فلو بنقدر في بعض الجراحات ان نلجا ان نستطيع اجراء الجراحه دون ايقاف القلب واستخدام القلب الصناعي بيكون افضل. اوكي، ميرسي جدا يا دكتور، كنا سعداء جدا بوجود حضرتك معانا السنه دي. ثانك يو.